حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. قانون النفط والغاز، جولة ثانية من الحوارات لحسم المواد وتنظيم الصلاحيات. شبهات أكبر قضايا الفساد تطرق بقوة أبواب رئيس الحكومة السابقة وفريقه الوزاري. إذن مشاهدينا، بعد سنوات من التأجيل والاحتجاز داخل قبة البرلمان، أعادتها مؤشرات الاستقرار في العلاقة ما بين بغداد وأربيل، أعادت قانون النفط والغاز إلى أولويات البيت التنفيذي والتشريعي على حد سواء. جولة ثانية من الحوارات لحسم المواد ونقاط الخلاف وتنظيم الصلاحيات، ليغادر بذلك محطة الانتظار ويتجاوز عتبة ما زاد على عقد من الإيقاف. لكن مشهد الساحة السياسية المعروفة عنه بكثرة التقلبات قد يعيد في أي لحظة للبدايات ويبدد المسافة الصفرية التي جعلته قريبا من الإنضاج في مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب. فعديد الاحتمالات غير قليلة، لكن أقربها محاولة التمرير بأقل الخلافات. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، ومع المؤشرات الحالية التي تحققها النزاهة الاتحادية في كشف قضايا الفساد وفي المقدمة منها سرقة القرن وإصدار البطاقات الحمراء التي كانت من نصيب وزراء ومدراء مكتب رئيس الحكومة السابقة لشبهات تتعلق بالتورط في هذه السرقات، فإن التعامل في ملاحقة المتورطين والتنسيق مع الشرطة الدولية الانتربول هو الأساس، فحجم التحدي في استرداد المدانين والأموال المهربة يحتاج لمجهود إضافي واستخدام العلاقة الدبلوماسية كمعيار للتخادم. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، عضو المرصد الوطني للإعلام السيد وائل الركابي. أهلا بكم سيد وائل، وأيضا الترحيب بمدير مجموعة الخبراء لتكنولوجيا الطاقة الدكتور حسين البهادلي، انضم لنا مباشرة عبر سكايب. أهلا بكم دكتور حسين، وأبدأ معك سيد وائل. التواصل الموجود حاليا ما بين بغداد وأربيل، إشراك كبير للإقليم بهذه المفاوضات حول قانون النفط والغاز، كيف تقرؤون كل هذه المعطيات؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولضيفك ومشاهديكم الكرام. حقيقة أولا علينا أن نعرف أن يعني قانون النفط والغاز هو جاء بضمن التفاوضات أو الحوارات التي سبقت تشكيل هذه الحكومة، ولربما يعني الحكومة ملزمة في أن تنفذ هذا القانون، لكن هذا القانون هو لا يعني فقط إقليم كردستان، إنما يعني العراق جميعا من شماله إلى جنوبه. هي محاولة لضبط ورسم خطة تصدير النفط وموضوعة الواردات وموضوعة الإنتاج وكل ما يتعلق بمصادر الطاقة النفط والغاز، تكون ملزمة إلى كل المحافظات المنتجة للنفط. لكن كون الخلافات ما بين إقليم كردستان منذ عام 2003 وإلى حد هذه اللحظة لم يلتزم الإقليم بكل الأطر التي تم التوافق عليها بهذا الخصوص مع الحكومة الاتحادية، وجاءت يعني الآراء منذ عام 2005 بدأت تنوه على إقرار قانون النفط والغاز، وتم وضع مسودة في عام 2007 وفي عام 2011، لكن الخلافات السياسية على
نفس النقاط الخلافية التي هي الآن، على الرغم من أن الحكومة الحالية هي تسعى بكل جدية لتقليل الخلافات ما بينها وبين الإقليم، لكن النقطة الرئيسية لا تزال هي المحور وهي العالقة، بأنهم من الذي يدور ويعني يتحمل مسؤولية إدارة هذا الملف أو إدارة حقول النفط في الإقليم؟ كيف سيتم إنتاج هذه الحقول؟ هذه المشكلة لا تزال الإقليم يعتقد بأنه ما دامت ضمن أراضي الإقليم لا بد عليه أن يديرها بنفسه أو يكون هو المسؤول. طيب. وإذا كانت هناك جهة من المركز فلا بد أن تكون معه شراكة، يعني وكأنه يريد أن يبعد المركزية عن إدارة هذا المفصل المهم والحساس. نرحب بك مرة أخرى دكتور حسين. رغم أن العراق يعتمد بشكل 99% على واقتصاد يعتمد على النفط، لكن شلون قدر كل هاي السنوات يمشي قضية النفط والاقتصاد ويدير هذا الملف بدون وجود قانون للنفط والغاز؟ شكرا جزيلا لك استاذ، وتحية لك وإلى قناتكم الكريمة وإلى ضيفك الكريم ومشاهديكم. حياك الله. وشكرا على الاستضافة أيضا. الحقيقة هو العراق من أوائل الدول النفطية في العالم، يعني العراق ليس دولة حديثة في مسألة الاستكشافات النفطية. العراق من الدول الأوائل منذ نهاية القرن الثامن عشر تم اكتشاف النفط في العراق. العجيب أنه إحنا في هذا الزمن نراجع قانون للنفط والغاز. إدارة الدولة خلال 20 سنة مضت هي بصراحة من أجل تمرير مرحلة انتقالية لبناء نظام سياسي ديمقراطي، هذا اللي كان هو المفروض طبعا. لكن بالحقيقة الآن لو إحنا عكسنا السؤال، هل نحتاج إلى قانون نفط أو غاز؟ هل العراق عام 1990 في بيانات الوكالة الدولية للطاقة ينتج 3 مليون برميل، الآن إحنا في عام 2023 بكل الشركات الأجنبية لا يتجاوز إنتاجنا 4.5 مليون. ماذا يعني ذلك؟ إن إحنا دولة قادرة من خلال شركة نفط وطنية أسست وضحى العراق من أجلها الكثير لإدارة شؤون قطاع الطاقة، وشفنا ما استفدنا من أموال النفط في الثمانينات في التسعينات حتى في التسعينات طبعا وما قبلها في بناء دولة تمتلك قدرة صناعية كبيرة متميزة في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم، وتمتلك 3 مفاعلات ذرية في يوم من الأيام. تخيل كل هذا من عائدات النفط في السبعينات وليس أكثر. لكن للأسف الآن إحنا نركز لتنظيم قطاع النفط فقط من أجل إرضاء الإقليم. أنا ليس ضد إرضاء الإقليم، ولكن أنا لو من الحكومة العراقية أترك القوانين العراقية النافذة ما قبل عام 2003، وأما أي قانون يسن إلى الإقليم فيسن خاص بي ويقوم بإنتاج النفط وتصديره وبيعه والاستفادة من عائداته، ولكن بالمقابل نعيد هيكلية الدولة لحل هاي الأزمة. لأن أخي العزيز القانون الآن يسن فقط لبيع إيرادات النفط العراقي للشركات الأجنبية. لو قرأت في كل تفاصيل القانون هو لا يذكر للعراق غير دور إشرافي، كأنه إحنا نريد نسن قانون نجعل من العراقيين هم يا أما موظفين عمالة خدمة في داخل هذه المؤسسات يا أما مديرين يجتمعون للكتابة على الورق وإصدار التعليمات وما شاكل ذلك، وهذا لا يخدم العراق على المدى البعيد إطلاقا. لكن بالنسبة إذا تسمح لي دكتور حسين، القضاء العراقي المحكمة الاتحادية كان لديها القرار الأخير بخصوص نفط الإقليم، لكن هذا القرار إلى أي درجة شكل دافع للأكراد لتمرير هذا القانون؟ أنا أرى هو الموضوع سياسي بحت. الشركات الأجنبية أرادت أن تسرح داخل العراق، فلذلك هي دعمت إنشاء مثل هذا القانون. لا يمكن أنا وأنت نقتنع كعراقيين، وأنا أتحدث عن جانب فني بحت،
لا أتحدث عن القضاء والقانون والسياسة، الجانب الفني. النفط نفط عراقي، توجد شركة النفط الوطنية العراقية التي أوصلت العراق بدون دعم دولي حتى في الثمانينات إلى إنتاج 3 مليون برميل. الآن إحنا بكل الشركات الأجنبية لن نستطع زيادة الإنتاج غير بمليون ونص خلال 20 سنة. فأنا أرى ما يلي هو الموضوع بصراحة بطريقة يعني للانخراط في سرقة النفط بطريقة شرعية، وهي من خلال قانون. السبب هو إرضاء الأخوة الأكراد. أنا أدعو جميع الأخوة النواب الشباب يعتمدون على أهل الخبرة اللي عاصروا مرحلة بناء الدولة العراقية القوية التي جعلت من أمريكا و33 دولة تتفق على قصفها حتى بالأسلحة النووية. فبالتالي أن ترجع لهم لصياغة آلية جديدة تختلف عن القانون، ترضي الأخوة في الإقليم وتضمن حتى لو إحنا تنازلنا عن كل حقوق النفط في الإقليم إلى الإقليم، أفضل من أن نرهن نفطنا في 83. لا الأكراد ما يردون تنازل عن النفط العراقي في الإقليم، لكن أكو غير فقرات يردون يتفقون عليها. أرجع لك إلى هذه النقطة دكتور حسين، لكن رغم أن العراق يعني يعتمد بهذا الشكل الكبير على النفط و 90-99% يمكن 100% يمكن يعتمد، القانون ما موجود، أكو اتفاقات مبدئية كما ذكرت، على أساس هذا الاتفاق ممكن أن يتم التصويت وتمرير قانون النفط والغاز، لكن الاتفاقات ممكن أن تمرر هذا القانون إن كان فيه مخالفة دستورية؟ هو شوف أستاذي العزيز، يعني حقيقة إقرار القانون هو لأنه وجود إقليم كردستان المعترض وغير الملتزم بتنفيذ التعليمات من الحكومة المركزية من خلال تسليم أموال ما يتم تصديره من نسبة تقدر ب 400,000 برميل يوميا. فضلا عن أنه هو لم يلتزم أصلا، يعني لولا القرار القضائي قرار المحكمة الدولية للتحكيم وإلزام تركيا بعدم استقبال النفط من إقليم كردستان، يعني هذا دلالة واضحة على أنه قبل إصدار هذا القرار القضائي بأنه كان الإقليم يصدر وتركيا تستقبل ولديها عقود مع حكومة إقليم كردستان. اليوم عندما نتحدث بواقعية، اليوم البرلمان الكردي هو منتهي صلاحيته، وبالتالي أصبحت القضية البرلمانية هي قضية غير يعني دستورية، ما يدور في إقليم كردستان وكذلك الحكومة في إقليم كردستان. إذن لابد على حكومة المركز أن تتخذ خطوات وقرارات حقيقة. يعني اليوم علينا أن نبتعد عن المجاملة، يعني النفط كردستان هو لا يختلف عن نفط البصرة، بل نفط البصرة لربما إذا مرر القانون لصالح إقليم كردستان يحق لمحافظة البصرة كونها المصدر الأكبر في العراق أن تعترض على بعض البنود من هذه 40 مادة من قانون النفط والغاز. هسه البصرة هم عندهم بعض النقاط يردون امتيازات لهم باعتبار من محافظة المنتجة. أحسنت. لكن أنت ذكرت الحكومة، الحكومة اليوم تسعى بشكل كبير لمناقشة مسودة القانون مع قادة الكتل السياسية، وخصوصا هذه النقطة ذكرها يمكن دكتور حسين أن الموضوع سياسي، وتحاول إشباع هذا النقاش من مختلف وجهات قبل دخولها أعمال مجلس الوزراء وبالتالي مجلس النواب. لكن حسم النقاط الخلافية هل يضمن مرور أسهل تحت قبة البرلمان إن تم يعني استكمال الاتفاقات السياسية دكتور وائل؟ أنا أتصور أنه هو خلال الأسبوعين حسب تصريحات بعض النواب وبعض اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء من وزير شيعي ووزير كردي ووزير سني للبحث حول هذا الموضوع، أعتقد أنه سيصدر وسيصوت عليه خلال 20 يوم تقريبا داخل مجلس الوزراء، ومن ثم يذهب إلى البرلمان ليتم مناقشة هذا الأمر. لكن هي النقطة الأهم أنه هل ستنتهي هذه الإشكالية العالقة طيلة عقدين من الزمن مع إقليم كردستان إذا ما مرر هذا القانون وتم التصويت عليه، أم أنه سيتأخر داخل البرلمان العراقي؟ أعتقد أن ثمة توافق سياسي على تمريره
للوصول إلى مرحلة الانتخابات بهدوء ومرحلة قادمة فيها شيء من الاستقرار، لكن يجب أن لا يكون على حساب العراقيين يا سيد الكريم. نحن نبحث عن استحقاقات الأخوة الكرد لهم ما للوسط والجنوب، وهذا حقه، والنفط هو وفق الدستور العراقي ملك لجميع العراقيين. لكن أي عراقيين؟ هل الطبقة السياسية عندما تأخذ حقي أنا كمواطن سواء كرديا أو سنيا أو شيعيا، يعني ما كنت، هل هذا يعتبر أنه هو هذا استحقاق؟ لا، بالتأكيد يجب أن تكون مظاهر هذا الإنتاج وهذا المورد الكبير الذي من الله به علينا، يجب أن نلمسه على الواقع الحقيقي، لا كما يعاني الآن الإقليم منذ سنوات. والإقليم يحاول أن يجعل من هذا الموضوع موضوعا سياسيا وموضوعا داخل الإقليم لكي يمنع شعبه في إقليم كردستان على أنه لا توجد الموارد ولا يعطونا ما قيمتنا. طيب، هذا القانون راعى النسبة الحقيقية لإقليم كردستان المنصوص عليها في الموازنة مثلا 12%، والسنوات السابقة الإقليم كان يأخذ 17%. طيب، هاي معالجتها قانونيا كيف؟ إذن لابد أن ينظر إلى الموضوع من نظرة قانونية وطنية حقيقية، ليس فيه على طرف على حساب طرف من أجل أن أمر. نعم، نحن كلنا دعاة سلام وكلنا دعاة إيصال الحق لكل أهله، لكنه يجب أن يكون فيه شيء من الإنصاف وفيه شيء من بعد النظر، لا أن أجعل القوانين عبارة عن قنابل موقوتة من الممكن أن يستغلها أي طرف سياسي يحاول أن يأتي في يوم من الأيام وأن يثيرها وتخلق لي أزمة. دكتور حسين، أنت ذكرت أن النفط عراقي، هذا موجود في الدستور العراقي. الإقليم، إقليم كردستان، البصرة أيضا يريدون حرية بالاستكشاف والاستخراج، هذا هل يمكن يعني تشريع قانون يخالف هذه الفقرة في الدستور بأن النفط نفط عراقي بشكل متساوي؟ هو المسألة، ما المفروض هذا القرار؟ الاستكشافات هاي قرارات فنية، هاي قرارات علمية، هاي مو قرارات سياسية مثل ما تفضل الدكتور، انه هي مو على مود حزب ينتصر او شخص يظهر امام الشعب هو منتصرا بالحصول على مكاسب. هذه عملية الاستكشافات مرتبطة بأمور أعمق من السياسة، وهي القدرات الفنية، الظروف السياسية، الظروف الاقتصادية، ظروف الجوار الإقليمي. أخي العزيز، إحنا جولات التراخيص من 2008 ما اشتغلت بالعراق لأنه الشركات الأجنبية تعتقد أن الوضع في الجنوب أو الوضع الأمني في الجنوب ركيك، وأن منطقة الجنوب نتيجة الخلافات الأمريكية الإيرانية ممكن تكون مسرح قتال في أي وقت، لذلك لا تجد فيها أي استثمارات حقيقية. أنا أرى من خلال قراءة كل جوانب القانون لا يوجد أي فائدة للشعب العراقي من القانون، هذه واحد. الشيء الآخر، سوف لن يزيد الدخل الوطني للعراق من خلال هذا القانون، بالعكس سيزيد حصة الشركات الأجنبية والانتهازيين من سياسي السلطة في حصص مالية كبيرة من عائدات النفط تودع في المصارف والبنوك الأجنبية. هذا طيب. من ناحية سوف لن يساهم بأي شكل من الأشكال في بناء بنى تحتية صناعية أو خدمية في العراق، حتى في العقود التي ستوقع لا يوجد ما يثبت التزام الأطراف بنصوصها. فمثلا أنا أتوقع لو أقر هذا القانون أي جهة تريد تعيقه راح تعيق جانب تنفيذي، زين إذا الجهة بالمقابل الآخر عاقت جانب تنفيذي في مكان آخر، أنا أخشى أنه في يوم نتيجة الخلافات نجد أن إنتاج النفط في العراق يتوقف أو يضعف أو لا ينمو، نتيجة لأن كل جهة تصوت لإيقاف مشروع في موقع جهة أخرى، وبالتالي تضعنا أمام مشاكل كبيرة. أنا أرى في الحل، وهذا يعني بعد دراسة، وأنا شاركت في أول مؤتمر عام 2008 و2013 في موضوع قانون النفط والغاز، الحل هو أن تتولى الإقليم إنتاج النفط براحته، وأن كل عائداته تثبت لديه. إذا كان عنده نقص في الميزانية عن الـ 12% ممكن تدعمها الميزانية الوطنية، وإذا كان
عند زيادة المفروض هاي الزيادة. لكن هذه الآلية ما راح تخالف الدستور العراقي اللي ينص أنه النفط يدار بكامل تفاصيله من قبل المركز؟ شركة اعتبرها شركة واعطيها صلاحيات، أبد ما تخالف. اعتبرها، شوف، أي جهة عليا من حقها أن تخول صلاحياتها في كل القوانين والدساتير. حتى الرئيس من يسافر لازم يكون أكو رئيس بدلا عنه. فممكن قانون بسيط جدا يضاف ويصوت عليه، يخول رئيس إقليم كردستان، رئيس وزراء إقليم كردستان بإدارة شؤون قطاع النفط في الإقليم. طيب. أو تؤسس شركة اسمها وتخول الصلاحيات. شوف، طيب. أنا أتكلم علمية وبتجربة عالمية، ما يدار في اسكتلندا، ما يدار في ويلز، ما يدار في الجنترا، ما يدار في ايرلندا، ما يعني كل هاي الامور شوفها كيف معتمده في هذه الدول. واضح واضح دكتور حسين. سيد وائل، تعتقد انه فعلا ان كان هناك تشريع بعض النقاط في هذا القانون والاتفاق عليها من الجانب السياسي والفني، ممكن منح صلاحيه للاقليم او حتى للبصره صلاحية معينة باستخراج استكشاف أو تصدير بشكل كامل مع وجود آليات لضمان الثقة بآلية تصدير النفط واستخراجه؟ المقارنة حقيقة بين البصرة والإقليم مختلفة، وإن كان مطرفين يطالبون بحقوق لاستخراج واستكشاف. نعم، يطالبون بناء على أنه في العراق هناك محافظات منتجة للنفط بشكل وبكميات كبيرة، لا. ومحافظات لا، أقل إنتاجا، يعني إنتاج عندها محدود. لكن هذا الموضوع مو حل مشروع البترودولار. هسه يفترض أن يعني هذا يعني والله أنا يعني بعض الأحيان حقيقة أعجب، يعني يفترض أن يتم التزام هذه المحافظات من خلال التنفيذ الحرفي لقانون البترودولار، لكن ما تم الالتزام بالبترودولار. يعني عندنا البصرة اللي تنتج ملايين البراميل يوميا، لحد الآن استحقاقها ضمن الموازنة هو 2 تريليون دينار عراقي لكل محافظات العراق المنتجة للنفط في موضوعة الـ ما ماخذين استحقاقهم من البترودولار 5 دولار على كل برميل؟ ما ماخذينه بالاستحقاق الحقيقي، ما ماخذينه، يعني قلت لك أنا 2 تريليون أو 3 تريليون لكل المحافظات المنتجة. طيب العراق البصرة قبل 8 سنوات كان استحقاقها وحدها فقط 4 مليون دولار، أعتقد 4 مليار دولار فقط من البترودولار. إذا اكو عندنا يعني عدم جدية بتنفيذ القوانين. يعني هسه مثلا اليوم عندناك في اقليم كردستان النفط في اربيل، والغاز المزمع يعني البحث عنه واستكشافه في جولة التراخيص القادمة موجود بالسليمانية. طيب هذا النزاع السياسي بين الديمقراطي البارتي واليكتي، شلون يعني هذا باكر اذا اختلفوا سياسيا منين يمر هذا التصدير؟ عبر يا آلية إذا لم تكن هناك مركزية. نعم أنا مع ما تفضل به ضيفك الدكتور العزيز أن يمنح إقليم كردستان حرية الإنتاج وفي تصدير ما يشاء، والزايد إذا عنده زايد يجي سلمه. طيب ومن يقول لي هذا الزايد هاي كميته صحيحة؟ ما لم يكن هناك رقابة حقيقية من قبل الحكومة الاتحادية، مراقبة العدادات، شركة توقف هناك دائما متواجدة وما لها علاقة، لا تحاسب لا تدير، الإدارة بيد الإقليم، لكن على الأقل حتى أعرف إيش قد المصدر وإيش قد اللي قابضين من عنده وفق يا سعر. هذه قضايا يفترض أن تكون مركزية. طيب. أما أن يجعلها الطرف الآخر هي إشكال ويحمل المركز عقب نتائج وعواقب هذا الأمر، أعتقد أن هذا الموضوع سياسي ولا يمكن أن ينتهي إلا بالحوارات. طيب. الطويلة الطويلة. دكتور حسين، هذه الخلافات سواء كانت سياسية أو فنية أدت إلى إيقاف تصدير نفط الإقليم عبر جيهان. أيضا الشركات النفطية الموجودة في إقليم كردستان، عدد من الشركات تدعو حكومتي بغداد وأربيل الاحترام حقوقها التعاقدية عند صياغة مشروع قانون النفط والغاز. كيف يمكن ضمان حقوق هذه الشركات خصوصا في الإقليم؟ هذه الشركات تطلب حاليا الإقليم مبالغ مالية كبيرة.
طبعا هذه واحدة من المشاكل. أنا يعني أرى أنه الشركات من حقها تأخذ كل حقوقها وفق العقود اللي وقعتها، وإذا كان أكو قصور في هذه العقود يحاسب عليها من ساهم بها طبعا، هذا من جهة. فبالتأكيد أنت تعرف في يعني في العرف الاقتصادي، إذا شركة يعني إذا شركة مساهمة في شركة خلينا نقول قابضة من عدة شركات، وكل شركة مطلوبة خاسرة، إذا بيعت الشركة القابضة أو العفو إذا بيعت الشركة الخاسرة، الشركة القابضة تتحمل الخسائر. وبالتالي إحنا لازم نؤمن إنه مسألة تسديد حقوق الشركات اللي تطلب الإقليم راح يكون من مسؤولية الجهة اللي راح تمتلك الإدارة الجديدة، وإلا يعني ما تقدر تقول لهم روحوا أنتم تنازعوا ويا الإقليم اخذوا حقوقكم. يعني هذا شيء غير منطقي، هذا شيء غير مشجع، غير معروف بالعرف الاقتصادي. يعني أنا أتعامل مع جزء منك الآن أنت امتلكته، فالمفروض أنت مثل ما تستفيد منه تتحمل إذا كان به أي قصور، وبالتالي على الحكومة المركزية هي التي تسدد هذه الديون، لأن هي اللي امتلكت هاي العقود الموجودة في الإقليم هاي إذا ما تم إقرار قانون النفط والغاز. ولكن تأكد سيدي من أكثر من دراسة لحل الأزمة على المدى البعيد، وما تفضل بي الدكتور من جانب أنه راح تنشأ خلافات داخلية هنا وهناك. يا أخي في كل دول العالم المحافظات أو المكونات تنتج وتساهم بنسبة في الأمور السيادية، هاي إذا كنا شوية أقوى من النظام الفيدرالي اللي إحنا قارين. لكن أنا أرى أفضل حل لمسألة النفط والغاز على المدى البعيد بدون حروب وقتال وخلافات، وخوفاً من إنه هاي الخلافات توقف كل شيء، هو أن يصار بدل هذا القانون. وهاي دعوة حتى لو التريث، إحنا من 2007 ترى النسخة الأولى للقانون طلعت، الآن إحنا 2007 وكو نسخة أخرى بال 2011 يمكن. نعم 2007، يعني إيش قد صار إن ننتظر 16 سنة تخيل، وأمريكا دفعت أثناء تواجدها قبل الانسحاب لإقرار القانون وفشلت طبعا. لكن الآن والله لو ننتظر 16 سنة قبل إقراره ونترك الأمور تدار، ولو هي الآن الشعب العراقي ما مستفاد، بس أفضل سيدي الكريم من هذا القانون. لأن هذا القانون هو ليس حكومة ممكن تنتخب بعد 4 سنين وتغيرها، راح يظل نافذ سنوات وسنوات. أي مرة توقف معناته خلافات وراها سنوات يلا يعاد تعديله. وبالتالي فعلا دعوة نبيلة لكل من يسمع، نترك القانون والبديل عنه يخول إقليم كردستان بقانون مستقل، تخويل يعني بدل ما يكون رئيس الوزراء كأنه خول صلاحياته لرئيس إقليم كردستان. طيب، بأن أنت تدير أمور النفط ونجي نتحاسب عليها في واضح دكتور. إرضاء للإقليم، إرضاء للإقليم طبعا مثل ما تفضل الدكتور هاي مخالفة دستورية، ولكن حتى نترك الخلاف. إرضاء للإقليم ماذا عن إرضاء البصرة، محافظات جنوبية، محافظات فقيرة أيضا وهي منتجة للنفط؟ تعرف ليش احكي هكذا؟ لان انا اعرف البصره ما يحركها الا حوار الاقليم، والا العراقيين بيهم ايثار لبعضهم. يعني ما معقوله ابو البصره يحاسب ابو الكوفه او ابو النجف انت ما عندك نفط، او احاسب ابو الكوت انت ما عندك كذا. لا ما يصير، احنا شعب واحد اللي ينتج يفيد الاخرين. يعني لو عراقي واقليم كردستان شعب اخر دكتور؟ عزيزي احنا هنكون واقعيين. انا في رايي بدل ما نضحي بمصالح الجنوب كلها، صدق كل مصالح الثلاثة اللي شقد المتبقي يصير بإدارتهم ويظلون يعيقون قانون في الجنوب ولكن يوافقون على قرار بالشمال وتظل الصراعات. أنا أتكلم وأنا بي إيثار للأخوة الأكراد، إنه تفضلوا أخذوا ديروا نفطكم واتركوا الجنوب يدير نفطه. طيب، الجانب العربي كله، وبالتالي لو احتجتوا إحنا نكملكم، ولو زاد المفروض تسلمون. مو سيد وائل ذكر انه قضيه رقابه وقضيه ثقه، وجود الثقه من عدمها. وصلت فكرتك دكتور حسين، شكرا لك. مدير مجموعه الخبراء لتكنولوجيا الطاقه الدكتور حسين البهادلي، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم دكتور، وشكرا جزيلا لكم. عضو المرصد الوطني للاعلام السيد وائل الكابي، كنت ضيفا كريما. اذا مشاهدينا ننتقل سويه الى ملفنا الاخر من الحصاد وابرز ما فيه. شبهات أكبر قضايا الفساد تطرق بقوة أبواب رئيس الحكومة السابقة وفريقه الوزاري.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام. الناشط في مجال مكافحة الفساد الأستاذ سعيد ياسين، أهلا بكم سيد سعيد. وأيضا الترحيب بأستاذ القانون الدستوري الدكتور عباس العقابي، أهلا بكم دكتور عباس. أبدأ معك أستاذ سعيد. وزير المالية السابق علي علاوي، مدير مكتب الكاظمي رائد جوحي، ومدير مكتبه الإعلامي مشرق عباس، هذه الشخصيات صدرت بحقها بطاقات حمراء، هل كنتم تتوقعون هذه البطاقات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيد الكريم ولسيد الضيف جناب الدكتور. الحقيقة كل الأبواب مفتوحة ولا يوجد منع يعني متوقع، لأنه العملية بها نفوذ سياسي ونفوذ حكومي، وهذه أساسيات العمل التحقيقي، وأتوقع أكثر أيضا، ولكن لا نتحدث بالكثير من المعلومات كي لا يتم الإضرار بسير التحقيقات، لنكون واضحين. هذا الجانب. الجانب الآخر، الكل خاضعين للاستخدام. الاستخدام يعني تحقيق، والتحقيق نتائج التحقيق قاضي التحقيق يقرر هل هذه هنالك جريمة أم لا، وإذا كانت هناك مبرزات جرمية وهناك استغلال نفوذ وتواقيع واضحة، فمؤكد يحالون إلى محكمة الموضوع. احنا عندنا فقرة لابد من سيادة القانون وأنفاذ القانون. هنالك أموال حقيقة سرقت، وهنالك أموال نهبت وبنفوذ حكومي وبنفوذ سياسي وبإمكانات أيضا معروفة، السيارات اللي نقلتها. إذن لابد من أجل إحقاق الحق أن يأخذ القضاء مجال الكامل بدون التأثير عليه أو الضغط عليه. طيب، وهذا مهم جدا يعني حقيقة. طيب، الآن نحن أمام التحقيقات، وما زالت التحقيقات يعني حقيقة مفتوحة مستمرة ووصلت إلى هذه المرحلة، لكن القضايا تتعلق بمتهمين حاليا موجودين خارج العراق. الانتربول استلم الطلبات العراقية لاعتقال هذه الشخصيات اللي صدرت بحقها هذه البطاقات الحمراء، لكن ما مدى إمكانية أن تنفذ من قبل الانتربول؟ تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام الأفاضل أينما كانوا. طبعا إجراء قانوني ومتبع وفق سياقات قانونية، وهذا موجود وفق قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشهور رقم 30 لسنة 2011. دائرة الاسترداد، وهي تقسم إلى دائرة استرداد الأموال ودائرة استرداد المتهمين، وبالفعل هذه الدائرة ماضية في عملها. السيد رئيس هيئة النزاهة أفصح من خلال مؤتمر صحفي أن هنالك مذكرات قبض بحق بعض الشخصيات التي كانت تتسنى مناصب في الدولة العراقية السابقة يعني قبل هذه الدورة، والآن هم موجودين في خارج العراق، وحددهم على ما أعتقد في بريطانيا وأمريكا. وهذا الأمر حاليا موجود عند الانتربول، والانتربول ماضي بإجراءاته يسلم هذا الموضوع إلى الولايات المتحدة أو أي دولة معنية، وهذه الدولة المعنية لا يمكن أن تسلم المتهم ما لم تقوم بطلب إضبارة الدعوة للمعرفة مدى ما هي حيثياتها. بهذه الحالة دكتور عباس، سابقا كانت أكو طلبات توصل للشرطة الدولية لكنها كانت تسوف بداعي الاستهداف السياسي. أحسنت. نعم، هذا موجود، هذا احنا بذلك الوقت موجود. اعتقد اليوم هذا الامر يعني جدي السيد رئيس الوزراء يعني وبقيه الاخوه القضاة وهيئه النزاهه جادين في تفعيل هذا الملف بصوره قانونيه وليس سياسيه، ابعاد الجنب السياسي عنه. ولو كان هنالك جنب سياسيه في الموضوع لما ظهر في شاشات التلفزيون وافصح عن هذا الموضوع حقيقه. هذا دلاله ومؤشر على انهم يريدون الامور تمشي. الموضوع يتعلق بالحكومات والدول اللي هم موجودين بها حاليا، وهذه الشخصيات تحمل جناسي هذه الدول، جناسي اجنبيه، ممكن ان يسمحون بتسليمهم للعراق ومحاكمتهم؟ هذا حسب كل هنالك اضافه الى تسليم المتهمين، هنالك اتفاقيات ثنائيه ما بين البلدان، مثلا العراق مع بريطانيا، العراق مع امريكا، ويجب المعامله بالمثل. اذا كان هنالك مواطن عراقي حتى لو كان متجنس، هذا تذكر من ضمن الاتفاقيه، يسلم كونه ارتكب جريمه في العراق او سرقه اموال الدوله ومعاقب عليها وفق القانون. بالعكس، ممكن هذه الدول تساعد على طرد هذا الشخص من هذه الدوله كونه سارق
يعني متهم، احنا ما نقول سارق، متهم بهذه الدعاوى يجب ان يسلم الى العراق، وهذا يكون من ضمن طيب. اتفاقيات ثنائيه بين البلدين. طيب سيد سعيد، شلون يقدر العراق يقنع الانتربول ان القضايا اللي لاحق بها هؤلاء المطلوبين هي قضايا فساد تحمل العديد من الشواهد واكو ادله واعترافات ولا تحمل انطباعات سياسيه؟ نعم، الحقيقة أنا شاركت في عدة محافل دولية بخصوص استرداد الأموال والموجودات، وهنالك أكثر من إقرار وتوصيات للمؤتمرات اللي عقدتها الدول الأطراف اللي حتى متواجدة بها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وبحدود 180 دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الفساد، توجب على الأعضاء التعاون من أجل استرداد المطلوبين واسترداد الموجودات. فقط قبل ما أدخل بالتفاصيل، القانون الدولي لا يمنع يعني بأن مزدوجي الجنسية إذا كان مطلوب من الدولة الأم ما ممكن حمايته. الجانب الآخر كما تفضل جناب الدكتور، حقيقة اكو هنالك ملف كامل استرداد، لان اكو ولايه قضائيه اقليميه لهذه الدول. يبقى لدينا كيف العراق يهيئ ملف استرداد ابتداء من التحقيقات انتهاء الى الحكم البات، ومن ثم ترتيب الاوراق وتقديمها الى الشرطة الدولية من خلال النشرة، ويصير التعامل مع القضاء في الدولة الملاذ، احنا نسميها ملاذ للأموال وملاذ للمطلوبين. هنا يبقى على العراق إبرام اتفاقية ثنائية لاسترداد المطلوبين والموجودات المنهوبة وفق المنطوق. الاتفاقيات موجودة وفق النصوص القانونية والدبلوماسية وغيرها، لكن حتى موجود بروتوكول أو اتفاق ما بين العراق وأي من الدول لم يلتزمون بها. ليس كذلك سيدي الموقر. أولا وفق الاتفاقيات الدولية هنالك التزامات لهذه الدول، وهم محل مراجعة كل سنتين بمدى التزامهم باتفاقية الأمم تحت مكافحة الفساد. هناك ثلاث دول يراجعون وضع العراق ومعلوماتي دقيقة بهذا الباب، والعراق يكون في فريق آخر ضمن ثلاث دول يراجعون الدولة الأخرى وهكذا. سابقا سيد سعيد إذا تسمح لي قاطعك، مو كان عندنا مطلوبين إرهاب وهذه الدول لم تسلمهم؟ عموما الآن احنا أمام يعني وضع جديد. وما هو هذا الوضع؟ العراق متهم بغسيل أموال وتهريب أموال، ومتهم أيضا بتمويل الإرهاب. أنا ما أفسر، أنا أفتهم غسيل الأموال وتهريب الأموال. هذه الأموال كيف تهرب؟ تعتبر بالشريعة، يعني الشريعة الدولية، الشرع الدولية تعتبر جرائم عابرة للحدود الوطنية. هي ضمن خمس جرائم: تهريب النفط، تهريب السلاح، تهريب الأموال، تهريب المخدرات، تهريب البشر، وهكذا بعض الجرائم الأخرى تحتسب من الجرائم العابرة للحدود الوطنية. هنا عندما العراق أصبح حسب بين قوسين حسب قرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مرتع لغسيل الأموال، بمعنى هذه الأموال يتم تبييضها بعدة أشكال، ومن ثم يتم تمويل العمليات القذرة للأجهزة الدولية. هنا عندما نقول جرائم عابرة للوطنية بمعنى مافيات، وهذه المافيات تحركها دول، مخابرات دول. هنا راح يأثر على الأمن العالمي ويأثر على استقرار العراق، فعلى الولايات المتحدة، اسمح لي، على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كدولتان ملاذ للمطلوبين وللأموال والموجودات المنهوبة، عليها أن تتعاون مع العراق من أجل أن خدمة المجتمع الدولي والسلم الدولي. طيب عد لك دكتور عباس، هل نحتاج إلى توحيد هذه المفاهيم القانونية ما بين العراق
ودول الملاذ، لأن هذه المفاهيم هي متفق عليها دوليا وقانونيا ودبلوماسيا؟ يعني هو عادة البلدان تذهب إلى اتفاقيات دولية مع دول أخرى هو من باب الحاجة إلى هذه الاتفاقيات. اليوم لا. العراق عندما ينضم إلى هذه الاتفاقيات هو ليس من باب يعني إضافة شيء جديد، لكن هو بحاجة إلى هذا الأمر، وبالتالي عندما يذهب يكون ملزم تحت بند حسن النية، حسن النية في تطبيق هذه المعاهدة. فكل دولة تنضم إلى هذه المعاهدة تكون ملزمة بتطبيقها تحت عنوان حسن النية، وبالتالي إذا ما كان هنالك عدم تطبيق لهذه المعاهدة فإن هذه الدولة تخرج من هذه المعاهدة، وبالتالي يشاع ما بين دول العالم أن هذه الدولة لم تلتزم بتلك المعاهدة، وبالتالي ستخسر الكثير من التعاون الدولي خصوصا في جانب غسيل الأموال وجانب استرداد المنهوبين. يعني على سبيل المثال العراق لو كان هنالك شخص من غير جنسية عراقية مطلوب إلى دولة ضمن اتفاقية والعراق تعذر على تسليم هذا المتهم، وبالتالي هذا تلك الدولة سوف أيضا لم تسلم المتهمين العراقيين، ومن ثم سيتم مخاطبة المجتمع الدولي أن العراق لم يلتزم بهذا، وبالتالي ستوجه إلى العراق عقوبات. يعني اليوم العراق إذا ما التزم بتسليم متهم ممكن أن يحرم في الأمم المتحدة من التصويت في قرارات أو عدم حضور الجلسات لفترات متعددة، وبالتالي هنالك عقوبة ورادة على تنفيذ. أما يعني صيانة هذا الموضوع وترتيب هذا الموضوع يجب أن يكون هنالك نظام داخلي أو قانون داخلي يحتم أو يجبر السلطات على التسليم والاستلام. بعد كل معاهدة احنا في العراق الدستور العراقي أشار أن كل اتفاق دولي يجب أن يصوت عليه البرلمان حتى يكون قانون داخلي، وبالتالي اليوم الاتفاقيات هي ملزمة للعراق، لا يمكن للعراق أن يتعذر بذلك. واضح. دكتور عباس، أضيف إلى قائمة المطلوبين وزير النفط السابق أحسان عبد الجبار بقضايا فساد وشبهات فساد بعقود أبرمت، لكن ما موقف القانون لهذه العقود؟ العقود التي أبرمت يعني هي كل طبعا كل إنسان متهم، يعني كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته. يعني اليوم هو الدكتور علاوي هو متهم في إبرام بعض العقود، وهذه العقود إذا ما ثبتت عليه بأنه هو متهم بهذا فإنه سيحال إلى ووزير النفط أيضا أي وزير كان. طبعا قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لا يدقق أيضا على العقود، يدقق على الإثراء، على المدة التي أثرى بها هذا الوزير أو صاحب المنصب. لا، العقود اللي تم التعاقد ما بين وزارة النفط وهذه الشركات النفطية وغيرها، هاي العقود راح يتم الطعن بها التي بنيت على أساس باطل؟ نعم، هو ما هنالك مبدأ قانوني، ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي أي عقد يكون هنالك موقع بصورة باطلة. هنالك طبعا ذكاء خارق في بعض العقود، هنالك دول أو شركات أجنبية تفرض على أن هذا العقد يمضي لمدة 15 عاما ولا يمكن فسخه، وبالتالي من يفسخ العقد يترتب عليه عقوبات، وبالتالي اليوم العراق إذا أراد أن يفسخ عقد مع شركة أجنبية ممكن أن يتحمل البند الجزائي. هسه شقد البند الجزائي؟ يقدر بمليارات الدولارات أحيانا، ولهذا تجد أن العراق مكبل في بعض العقود التي أبرمها وزراء سابقين ويتحمل أعباءها اليوم الشعب العراقي ودفع ضريبتها. يكون المسؤول هنا الوزير وليس الشركة، الشركة تمضي بالعقد سواء كان العقد بني على أساس ونوايا غسيل أموال أو فساد، الشركة ليس لها علاقة، وإذا كان العراق يطلب من هذه الشركة فسخ العقد فإن العراق ملزم بدفع البند الجزائي. سيد سعيد، أيضا رئيس هيئة استثمار السابق السيدة سهيلة النجار أيضا ورد اسمها بهذه القائمة وعليها أمر إلقاء قبض بقضايا فساد بتوزيع قطع أراضي، عدد من قطع الأراضي يمكن كل قطعة يوصل سعرها إلى 7 مليار دولار، أرقام خيالية. طيب يعني المختصين وغير المختصين حكوا أنه هاي آلية اللي صار بها توزيع قطع أراضي هي مو آلية استثمار لحل أزمة سكن، حكينا بالإعلام وأوساط قانونية ومحللين وحضراتكم أنها آلية كانت لمنح، مجرد منح هذه الأراضي إلى شركات ما أعرف شلون حصلت على هذه العقود، شيدت عليها مباني وتبيعها بأسعار خيالية ما لها أي علاقة بحل أزمة السكن. طيب هذه الأبنية التي شيدت والبعض من عندها مشاريع متلكئة، البعض من هذه الشركات يعني ترك الموضوع وهرب، هذا البناء اللي شيدوه يعني راح تتم مصادرته أم ماذا؟ كجانب مؤسسي
هنالك مؤشرات كثيرة على الهيئة الوطنية للاستثمار الاتحادية وهيئات الاستثمار المحلية في المحافظات نتيجة استحواذ بدون وجه حق ولا بصيغ قانونية ولا تدعم التنمية ولا الصناعة الوطنية ولا حل أزمة السكن ولا حل أزمة السكن. هذا الموضوع مشخص، ليش ما حد يتحرك عليها في وقتها؟ نعم، هذا الكلام كان محل حديث قبل أكثر من سنة، بخصوص يعني حتى فترة السيدة سهى النجار أو ما قبلها. الآن هذه الأراضي لو تعلم، نحن نتحدث عن الجانب الشكلي، بأنه هذه الأراضي أكو شقق، بنا شقق، وهذه الشقق بدها تنباع 350 ألف دولار 450، بمعنى يعني الناس الهشة أو ذات الدخل المحدود ما مستفادين من هذه المشاريع الاستثمارية. ولكن هل تعلم بأن هذه الشركات هي معفية من خلال توريد المعدات والسلع والمواد، معفية من الجمارك؟ هذا أمر مهم، يعني يعني بمعنى وهذه المشاريع يتم تمديدها لفترات تحت أسباب مختلفة من أجل أن يتم الاستيرادات المشمولة بالإعفاء، بمعنى أكثر من جنبة شبهة فساد حول هذه المشاريع. الآن طيب، احنا هنا وصلنا إلى هذه النقطة، نحتاج إلى تعديل هذا المسار من أجل أن يتوجه الاستثمار ويدمج في التنمية. لا قبل هاي شلون ما راح يتم محاسبة، يتم محاسبة سهيل النجار، حسن عبد الجبار، علاوي وغيرهم؟ لا يوجد، خذها مني، أنا مواطن عادي، ولكن لا يوجد إفلات من العقاب طالما هنالك إرادة سياسية وعدم تدخل في شؤون القضاء. يعني أخيرا ما راح يتم إطلاق سراحهم كما حدث مع نور زهير؟ حتى نور زهير مقيد، وحتى هيثم الجبوري مقيد، أي واحد متهم هم مقيدون. سيد الموقر وصلت الفكرة، شكرا لك سيد سعيد، عذرا لضيق الوقت، الناشط في مجال مكافحة الفساد أستاذنا سعيد ياسين، شكرا لك وشكرا جزيلا لكم. أستاذ القانون الدستوري الدكتور عباس العقابي، كنت ضيفا كريما، شكرا لكما والشكر موصول لكم. مشاهدينا إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الأكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.